احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة والأباء السلزيان في بيت لحم بعيد القديس يوحنا بوسكو، وذلك بإقامة قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والرسمية وحشد كبير من أبناء المدينة، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. تحت رعاية المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتيني في القدس، أقيم القداس الاحتفالي بمناسبة عيد القديس يوحنا بوسكو مؤسس وشفيع الأسرة الثالثية، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان وبمعاونة رئيس الدير وحشد كبير من الكهنة والشمامسة، وبتنظيم من مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة بقيادة القائد فؤاد سلمان. امتلأت أدراج الكنيسة بالراهبات والمؤمنين، وبحضور الأستاذ حنا حننية رئيس بلدية بيت لحم وممثلي المؤسسات الرسمية، والقائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي والمفوض الكشفي لمحافظة بيت لحم، والقائدة عايدة بابون عضو المكتب التنفيذي والمفوضة الإرشادية للمحافظة، والقائد جدل الهواش عضو مفوضية بيت لحم، وقادة المجموعات الكشفية في المحافظة وأفراد كشافة السلزيان. وفي كلمة المطران الشوملي والذي تحدث عن حياة دون بوسكو والمراحل التي عاشها، حث لأن نقتدي بنهجه في الأعمال والأفعال اليومية، وأن نعيش السلامة وخصوصا في هذه الأيام التي نمر بها. هذا العيد يعني لنا أمرين، الأمر الأول أهمية التربية. كان دون بوسكو مربي فذ عبقري سابق لعصره، عرف أن التربية تتم بالإقناع والمحبة وليس بالتعنيف والإكراه. اثنين، دون بوسكو صاحب شفاعة قوية، نطلب له منه السلام لهذه الأرض المقدسة والممزقة اللي بتعيش في هذه الأيام أحداث عنف غير مسبوق وغير مبرر. نطلب السلام لفلسطين، للسلام المبني على العدل، نطلب للشعب الفلسطيني كرامة واستقلال، ونصلي أيضا من أجل السلام في العالم. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. وبعد إعطاء البركة للمؤمنين انتهى القداس الاحتفالي على وقع أنغام معزوفات على الآلات النحاسية من قبل كشافة السلزيان، وبعدها أقيم حفل استقبال في مسرح الدير وتقديم التهاني للأسرة الثالثية. في مناسبة احتفال السنة بعيد القديس يوحنا بوسكو أريد أن أقدر الجميع أهل تهاني عشان يكون السنة بركة ومقدس، وإن شاء الله تعطينا السلام في أراضي المقدسة، وشكرا. طبعا إحنا اليوم موجودين للاحتفال بعيد القديس يوحنا بوسكو شفيع السلزيان، طبعا بتنظيم الأباء السلزيان برعاية الأباء السلزيان وبتنظيم من مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة اللي إحنا بننظم كل سنة هذا الحدث المقدس، هذا الحدث الكبير إلنا ولكل أفراد مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة. طبعا إحنا بنشكر كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كل الحضور، كل الخوارن، سيادة المطران ويليام الشوملي راعي هذا الاحتفال والكهنة المشاركين بالقداس، نشكر كل المجموعات الكشفية والقادة الكشفيين اللي بيشاركونا كل سنة بهذا الاحتفال، وطبعا اكيد بنشكر جوكة كشافة السلزيان والفرقة النحاسية لمجموعة كشافة السلزيان اللي بيقوموا بدورهم في هذا الاحتفال على اكمل وجه كل سنة. بنشكر اكيد فضائية نورسات اللي بتكون دائما متواجدة في كل المناسبات الدينية اللي بتخص دير السلزيان ورهبنة السلزيان وكشافة السلزيان على تغطيتهم وحضورهم ونقلهم لهاي الفعاليات كل سنة. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان بيت لحم.